إذن على بركة الله نسير وعلى بركة الله نندفع. أيها المتابعون أيها المستمعون الكرام الأفاضل، هنا من على أرضية عاصمة الميادين من ميدان الوثبة في أبو ظبي في هذه التحديات الكبيرة وهذه الشعارات الخطيرة المتواجدة على أرضية هذا الميدان. على بركة الله نسير وعلى بركة الله ننطلق بانطلاقة هذا الشوط، الشوط 13 الذي خصص للقعدان اللقاية المحليات والأشواط الخاصة بالإنتاج والمنتجين. مقدمة شوط والصدارة وتابع العابر على أول التحديات وصل في هذه اللحظات لينطلق بشعار هادف بن حمد بن عفصان المنصوري على صدارة هذا الشوط، بينما ثاني التحديات وتابع مياس قادم على المركز الثاني، فالح بن دنان بن فالح الشامسي، بينما الاسم الذي تسلل في هذه اللحظات انطلق شاهين اسهيل بن جنازل بن حمرور العامري. وأتابع هذه الأسماء المنطلقة والمندفعة تسلل إلى مقدمة الشوط وانطلق في هذه اللحظات. هنا جزيل أحمد بن جمعة بن سعيد العميمي انطلق ليقدم لنا جزيل في هذه اللحظات على صدارة هذا الشوط، بينما ثانيا أتابع الاسم القادم على المركز الثاني وهنا انطلاقة شاهين وناصر بن حمد بن قناص العامري انطلق إلى ثاني التحديات، بينما ثالثا أتابع انطلاقة شاهين اسهيل بن قنازل بن حمرور العامري على ثالث التحديات، بينما رابعا أتابع شعار بن عفصان وصر لينطلق في هذه اللحظات مع العابر على رابع المراكز، بينما خامسا أتابع الاسم القادم مياس وفالح بن دنان بن فالح الشامسي على خامس المراكز. أتابع الشعارات الصفراء التي بدأت بالتسللات في هذه اللحظات، انطلاقة شاهين بخيت بن ناصر بن نوبي العامري وصل وانطلق في هذه اللحظات راعي مطفية وصل في هذه الأثناء النوبي، بينما أتابع الاسم القادم ووصول شاهين أو هنا القادم في هذه اللحظات وداع وصل في هذه الأثناء سعيد بن بخيت بن رقابي المنصوري وصل مقدما لنا وداع، متى بوادعهم وداع يا بن رقابي. ولكن أتابع أيضا الأسماء أتابع الشعارات، أسماء هنا متواجدة في موقع واحد، هنا 9 أسماء أو 10 نعم متواجدة في مركز واحد، الكل عين على الثاني، الكل يخطط على الثاني في هذا الشوط. أشواط القعدان المحليات الأصايل أشواط الإنتاج الخاص، ويا محلى سبقة الإنتاج ويا مزي ناموسها. نعم هنا ناموس ذو مذاق آخر وذو ذق وذو طعم آخر، هنا مع مقدمة الشوط أعود إلى صدارة الشوط وأعود إلى المقدمة، أعود إلى راعي مطفية يقدم لنا شاهين بخيت بن ناصر بن نوبي العامري على المقدمة وعلى صدارة هذا الشوط مقدما لنا شاهين، بينما ثاني المراكز أتابع بن قنازل وصل يقدم لنا شاهين على ثاني التحديات، أسهيل بن قنازل بن حمرور العامري ووصل شعار العميمي ليقدم لنا جزيل أحمد بن جمعة بن سعيد العميمي. يا سلام جاوز المجاوزون انطلق المنطلقون.
هذا ما درينا به إلا وقلب الأمور فوق تحت. انطلق شاهين، شاهين على المقدمة، شاهين على الصدارة. نعم في هذه اللحظات مطر بن بطي بن خلفان المنصور انطلق وأتانا من حيث لا نعلم. انطلق على مقدمة شوط بهذا الأداء الفريد. العصافير الأبطال كانها تسلم على الغارب الأصيل. انطلق يا بن خلفان، انطلق يا بن خلفان الله. ولكن أتابع الوصول، وصل هداد، وصل راعي الطيرة راشد بن عبد الله راعي الطيرة العامري. وأتابع القدوم في هذه اللحظات من قبل مخايل سالم بن محمد بن سليم العفاري راعي الطيرة قادم. روح يا راعي شاهين. انطلق في هذه اللحظات راعي الطيرة، راعي الطيرة هداد هداد هداد. شاهين شاهين بن خلفان راعي الطيرة، راعي الطيرة عاد الشامسي، ولكن راعي الطيرة مع هداد راشد بن عبد الله راعي الطيرة العامري. بينما ثاني مراكز وصل شاهين، مطر بن بطي بن خلفان المنصوري. بينما ثالثا هنالك الوصول من مياس فالح بن دنان بن فالح الشامسي. ورابعا وصل هنا مخايل سالم بن محمد بن سليم العفاري. وخامسا كان الوصول على خامس المراكز مداهم عبيد بن عبد الله بن عيد المنصوري. ومشكور يا غدير يا بالحرش على هذا التضمير، من قدم لنا هداد بهذا المستوى والتوقيت الزمني هنا في هذه اللحظات مع هداد 6 دقائق بدون أي ثواني، 5 أجزاء من الثانية راشد بن عبد الله راعي الطيرة العامري. بينما ثانيا أتابع شاهين وانطلاقته المميزة مطر بن بطي بن خلفان المنصوري. 6 دقائق أيضا بدون أي ثواني، 5 أجزاء من الثانية. والثالثة نتابع شعار مياس من عاد للمنافسة هنا مع اللحظات الأخيرة فالح بن دنام فالح الشامسي. 6 دقائق أيضا بدون أي ثواني، 6 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.